أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة وملف جديد من ملفات النيل الثقافية وبرنامج أهل مصر. النهاردة عندنا قضية مهمة جدا جدا جدا، لأن هي هتكون سبب في بناء مصر الحديثة، وهو سبب مباشر جدا. هنتكلم النهاردة عن المحاور والطرق. الحقيقة أن برغم أن في الفترة الأخيرة مصر شهدت عدد كبير جدا من افتتاح مشروعات خاصة بالطرق والكباري وأيضا المحاور في مصر كلها، إلا أننا يعني بنأمل زيادة هذه الإنشاءات المهمة جدا اللي هتتناسب مع حجم الاستثمار اللي داخل مصر ان شاء الله. عندنا تجربه مهمه جدا وهي الاكثر شيوعا، والحقيقه انا بضيف للتجربه دي تجربه كمان، لان احنا هنتكلم عن التجربه الالمانيه. المانيا هي ثالث اكبر قلعه صناعيه على مستوى العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه وبعد اليابان، استطاعت ان تقوم بانشاء شبكه جيده جدا من الطرق والمحاور الرئيسيه تساعد على النهضه الاقتصاديه وايضا الاستثمار فيها. عدد سكان المانيا او ادركت المانيا ان عدد سكانها اللي بيبلغ 82 مليون نسمة من المفترض ان هو يكون طول الوقت عندي استحداث للطرق، طول الوقت عندي آلية جديدة لانشاء طرق تتفق مع هذه الزيادة السكانية. كمان عندها 50 مليون سيارة، إذن هي عندها خطة للتكيف مع هذا الوضع الاقتصادي وايضا الزيادة السكانية. الولايات المتحدة الامريكية قامت ايضا بانشاء شبكة طرق جيدة جدا ومحاور رئيسية ما بينها وما بين امريكا اللاتينية، لان هي من المفترض ان تغزو هذه الامريكية ان صح التعبير عن طريق التجارة والاستثمار واخذ الثروات من امريكا اللاتينية. اذا الطرق والمحاور من اهم القلاع الصناعية اللي المفترض ان هي تكون على خريطة الاستثمار المصري ان شاء الله. ده دفع في أهل مصر نحن نناقش مع حضراتكم النهاردة فكرة لتطوير الطرق والمحاور أو إنشاء طرق ومحاور جديدة تتفق مع آليات التطور المصري اللي مصر هتشهده إن شاء الله. ضيوف اللي مشرفين النهاردة في استوديو النيل الثقافية وبرنامج أهل مصر، بيشرفني أستاذنا الأستاذ الدكتور فاروق القاضي، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا فندم. بيشرفني أيضا أستاذنا الأستاذ الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والمطارات. أهلا بك يا دكتور، منورنا. الأستاذ دكتور هشام عرفات، أستاذ الطرق والكباري. أهلا بك يا دكتور. قلت لحضراتكم إن إحنا هنتكلم النهاردة عن قضية الطرق، ومعانا بحث الحقيقة مقدم من أستاذنا الأستاذ الدكتور فاروق القاضي، خبير الهندسة الإنشائية وأستاذ الهندسة أيضا. دكتور، أنا ذكرت نموذج قلت ألمانيا وإحنا بنتكلم. أولا كلمني عن أهمية الطرق والمحاور في مصر، إزاي أربط ما بين إنشاء طرق ومحاور جديدة وما بين الاستثمار، وإن مصر تكون قلعة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وأيضا للاستثمار المحلي. أولا نقول إيه هو محور. تفضل. محور هو خط يصل بين نقطتين. فإحنا عاوزين نوصل جميع مدن مصر الحالية مع بعض بطرق متميزة ذات سرعة عالية تستوعب كثافات عالية لإمكان نقل المنتجات والأفراد بأسرع وقت ممكن من جهة إلى أخرى. هناخد مثال صغير. أسوان فيها بحيرة ناصر، وبحيرة ناصر فيها سمك. صحيح. عاوزين ننقل السمك لغاية القاهرة أو ما بعد القاهرة. تمام. يبقى عاوزين طرق سريعة ما تاخدش وقت كتير، تلاجات تقدر تمشي عليها. كل ما وفرنا هذا الكلام، كلما تمكننا من نقل هذه السلعة من أسوان إلى المستهلك على طوال مصر بأرخص ما يمكن. دي طرق موجودة وبيتم تطويرها وبيتم تحديثها، ولكن لو احنا بناخد بالنا معظم الطرق بتاعتنا طولية محاذية لنهر النيل. صحيح. المطلوب طرق عرضية عشان تصل أسرع شرق مصر بالنيل وغرب مصر بالنيل وشرق مصر بغرب مصر. الطرق الجديدة تنشئ مجتمعات جديدة، ومجتمع جديد معناها تنمية جديدة. التنمية ليست سكن، التنمية معناها صناعة، زراعة، صحة، تعليم. صحيح. سكن. كل المجموعة دي بإضافات كثيرة جدا تسمى تنمية. لا يمكن أن تحدث تنمية في منطقة إلا إذا كان هناك طرق تؤدي منها وإليها. ممكن تكون طرق عربيات، وممكن تكون سكة حديد،
ونبقى في غاية السعادة لو كانوا الاثنين مع بعض، لأن السكة الحديد لها الأنشطة بتاعتها والطرق هم صحيح بيشتركوا الاثنين في النقل، ولكن ده ليه حاجة وده ده يناسبه حاجة وده يناسبه حاجة. بالظبط كده. دكتور حضرتك قلت ان احنا من المفترض ان الاتجاه الحديث ان يكون فكرة الطرق العرضية. دي حقيقة. انا عندي وحضرتك اشرت ان طرق مصر هي طرق طولية وموازية لنهر النيل. طيب انا اثناء التخطيط هل انا الاستيعاب بتاعي او انا كمهندسين خططوا لانشاء شبكة من الطرق والمحاور في مصر يمكن عرضية يعني؟ ليه التفكير يعني انا ليه فكرت ان انا انشئها طولية وما انشئش عرضي اذا كانت هي هتوفر لي وقت ووقت ومجهود اقل ويمكن كمان تكون في الفكرة التكلفة اقل؟ الصحراء الشرقية ما كانتش متعمرة والصحراء الغربية مش متعمرة، والمنطقة اللي معمرة كانت محاذية لنهر النيل. لما بدأوا النهاردة يعمروا شرق بني سويف، شرق المنيا وهلوم مجرة، بدأت الخطوط العرضية تتحرك في الفترة الأخيرة دي. تمام. الرئيس حريص تمام الحرص على زيادة المحاور العرضية. تمام. ليه؟ لأنها بداية التطوير والتعمير. طيب انا هاخد من كلام حضرتك دكتور فاروق وهخرج لكلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاح 21 مشروع خاص بالطرق والمحاور. طيب احنا هنأجل الكلمه وهنخرج لتقرير عادي هنشوف في الطرق والمحاور المصريه وهنرجع لحضراتكم تاني نكمل اهل مصر. مع زيادة الكثافة السكانية وسرعة الحاجة إلى وجود طرق بعرض البلاد وطولها، تأتي الدراسات الآنية والمستقبلية واضعة خططها لاستكمال المشاريع الخاصة لوجود روابط الطرق الكبرى من الجنوب إلى الشمال أو من أسوان حتى الإسكندرية، ومن غرب البلاد في صحرائها الغربية إلى شرق البلاد في الصحراء الشرقية، حتى ربطها بحوض نهر النيل. وتعرف هذه الطرق عند الخبراء بأنها طرق سريعة تتحاشى فيها التقاطعات تربط أطراف الدولة بعضها ببعض، وعلى الجانب الآخر يمكن وجود سكك حديدية موازية لهذه المحاور لها سرعات عالية قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مما يؤدي إلى التوفير في الوقت وفي الانتقالات والتكاليف. دكتور فاروق يمكن احنا شفنا التقرير منذ قليل، خليني اكمل الفكرة بتاعت حضرتك. وعايز اقول واحنا قلنا في المقدمة ان احنا ضربنا نموذج بألمانيا. ألمانيا الدولة او القلعة الصناعية المهمة جدا اللي بتحتل المركز الثالث، ادركت فكرة الاهتمام بالطرق والمحاور، ويمكن احنا كنا بنتكلم عنها فكرة انا عايزة اعمل آلية جديدة، يعني أنا مش عايزة أعيد صيانة وإن كان ده مطلب مهم، لكن أشتغل بفكر جديد بآلية جديدة تتناسب مع حجم الاستثمار اللي أنا عايزاه. أي مستثمر حيجي لازم يطمن على شغله إن أنا عندي في مصر شبكة طرق جيدة جدا. هبدأ منين وإيه أكثر المدن اللي من المفترض إن هي تشتغل على الآلية اللي حضرتك بتطرحها دلوقتي؟ أنت تتكلمي عن مدينة. اتفضل. وأنا بتكلم عن مصر. طيب المدينة اللي هي القاهرة بيحدث فيها تعديلات، والجيش أنجز كم من التعديلات. صحيح. في المرور في الفترة الأخيرة إنجاز مبهر. تمام. لكن الاستثمار ليس مدينة. صحيح. الاستثمار ربط بين مدن. واخد بال سيادتك؟ تمام. لأن أنا عاوز أصدر المنتج بتاعي. هصدره من اسكندرية ولا هصدره منين؟ على حسب لو رحت رابط شرقا، لو رحت رابط شرقا هصدر من البحر الاحمر. لو البحر الاحمر اقرب ليه؟ لو البحر الابيض يبقى هتجه ناحيه الشمال. المحاور تربط بين المدن.
وتربط وسيلة سريعة للانتقال وتتحمل الأحمال الثقيلة. وعشان كده بنتمنى أن يكون الطريق زائد السكة الحديد السريعة زي ما تقال في التقرير. طب الآليات الجديدة دي في الخطة الجديدة مرعاة يعني؟ طبعا طبعا طبعا، وبدأوا في بعض منها وبدأوا في أجزاء منها. يعني ما هياش هي دي ألفا بيت الاستثمار، البنية التحتية ألفا بيت الاستثمار، إن أنا يبقى عندي محاور، ومحاور تحتمل النقل التقيل، تحتمل السرعة العالية. لأن خدي بالك السرعة العالية وعدم وجود عوائق يلخ 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 بيوفر فلوس، ولما يوفر فلوس تجي لك السلعة بسعر مناسب أو تصدر بسعر مناسب. طيب أنا هاخد برضو من كلام حضرتك وهروح للدكتور عماد النبيل. أستاذ دكتور عماد نبيل، احنا مصر من اعلى الدول حوادث الطرق، وده مش مجال الحديث عنه بس هو شيء بالشيء يذكر. وانا بقول ان انا عايز اشتغل بآلية جديدة وبفكر جديد. اولا احنا اي طريق جديد بيبدأ حتى مجرد الاصلاح فيه لازم تلاقي عائق بعد مدة زمنية بسيطة جدا، يا اما افتكروا ان هم معرفش يعملوا ايه، يا اما الاصلاح وقصص كتير حدث ولا حرج، واكيد حضرتك ملم بهذه الموضوعات. انا في الفكرة او المشروع او الدراسة او البحث اللي مقدمه دكتور فاروق، ايه اللي هيراعى؟ ايه الابعاد الجديده اللي حضرتك متفائل بيها؟ شايف ان ده كان مهم جدا انه يحصل، ويحصل من فتره زمنيه كبيره. تمام. هو اولا احنا بنتكلم على الماكرو مش المايكرو، بنتكلم على مستوى كبير مش على مستوى اللي هي زي ما اتفضل الدكتور فاروق وقال. بالنسبه للماكرو ليفل، لما نتكلم على الماكرو ليفل ده بيخلينا نبدا على طول من ما يسمى بتخطيط نظم النقل او الترانسبورتيشن بلاننج. ده بيبقى موجود في كل دولة على مستوى أعلى مستوى، يعني سواء كان المستوى ده مجلس الوزراء أو وزير النقل، وقد يمتد إلى موافقات من السيد رئيس جمهورية الدولة مباشرة. هذا المستوى بيربط بين أكتر من عامل من العوامل. لنبدأ أولا مثلا في مصر، حضرتك سمعتي عن 26 محافظة. صحيح. يبقى إحنا دلوقتي عندنا محافظات جديدة في الإنشاء، عندنا حدود إدارية جديدة للمحافظات، عندنا شبكة الطرق القديمة كانت مبنية على عدد آخر من المحافظات. يبقى بالتالي لازم يحصل إعادة الحياة وهيكلة هذه الشبكة حتى تتناسب مع مخططات التخطيط العمراني اللي موجودة بإنشاء المحافظات الجديدة. مشاريع اقتصادية، لأن أنت بتخلق دلوقتي هب اقتصادي أو مجال اقتصادي في بعض الأماكن بتعلي القيمة الاقتصادية بتاعتها جدا عما كانت موجودة عليه زمان. يعني إحنا في قناة السويس كنا شغالين كمسري وبناخد الفلوس من لكن النهارده احنا بنشتغل تنميه اقتصاديه حقيقيه. يبقى اذا انتقلنا من مستوى او من وضعيه معينه الى وضعيه مختلفه تماما هي الوضعيه الاصح. يبقى هناك حجم الحركه التبادليه ما بين منطقه قناه السويس وبقيه الجمهوريه هتختلف عما كانت موجوده عليه. كمان لو رحنا ناحيه الشمال، الساحل الشمالي، دمياط، عند حضرتك النهارده مخططات تطوير مينا دمياط، ربط المينا البحري بالنهري، المنطقه اللوجستيه اللي هيعملوها اللي هيبقى فيها تخزين الحبوب والسلع لدول العالم. يبقى احنا برضو بنحكي على انه الطرق اللي حوالين مدينه دمياط دلوقتي بالشكل ده لا تصلح. لا، وان مدينه دمياط كمان المفترض ان هي تم التصديق عليها كمدينه الاثاث العالمي. بالزبط. يعني فكره تصدير الاساس وهو منتج تقيل في الاصل. بالزبط. لابد يتناسب مع وجود شبكه. بالزبط. طرق مختلفه. فانا لو تصورنا ان انت عندك شفافات او ليرز مختلفه، انا اتصور انه واحد اول شفافه هي التخطيط العمراني 26 مدينه يتحط فوقها شفافة تانية، مناطق التنمية الاقتصادية يتحط فوقها شفافة تالتة، مناطق التنمية التعدينية والبترولية يتحط فوقهم بعد كده مناطق اللي مقترح يتعمل فيها مشاريع مليون فدان، بنحط فوقهم مناطق تطوير منطقة قناة السويس وتطوير الموانئ البحرية في جمهورية مصر العربية، يتحط فوقهم المشاريع الهائلة. وبمناسبة كلنا طبعا أكيد بنحيي القيادة السياسية على النجاح طبعًا الكبير للمؤتمر الاقتصادي. كل ده في الآخر هتلاقي حضرتك كده نورت عندك ألوان مختلفة على مستوى خريطة الجمهورية. ببساطة لو عدت النظر في شبكة الطرق الموجودة حاليا هتكتشفي زي ما الدكتور فاروق كده بيقول إنه إحنا عندنا نقص في الربط العرضي، وكمان عندنا نقص في الربط الطولي، وعندنا محتاجين يبقى بالتالي إنشاءات الطرق الجديدة يعني والمقترحات الجديدة بالمشاريع التنموية والمشاريع الاستثمارية دي لازم ترتبط بشكل ما أو بآخر بها كل هذه المكونات، بحيث في الآخر فعلا تبقى جزء من المخطط الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية.
تمام. ما يجري حاليا على ارض الواقع شيء رائع، انه طبعا احنا الرئيس السيسي قال احنا عندنا اول مرحله 3000 كيلو في الطرق، مش كده؟ صحيح. 3200 3200 احنا عندنا شبكه الطرق الحاليه في مصر 24000 كيلو، يعني احنا بننشئ 3 على 24، يعني ثمن شبكه الطرق على تاريخ مصر منذ انشاء او منذ الثوره سي نقول مثلا بتاعه 52 لحد النهارده 24000، احنا في سنه واحده بنعمل 3200، يعني احنا بنتكلم على ثمن شبكه الطرق في مصر. ده طبعا هيضخ شرايين الحياه في مصر كلها. طيب هيخليني ده اسال سؤال الحقيقه. فضل. دكتور هشام، دكتور نبيل قال ان احنا كم الانشاءات اللي المفترض ان احنا تم التصديق عليها او اللي احنا هنشتغل عليها كم بيفوق ما تم انشاؤه من عام 1952، ودي حاجه رائعه جدا، بنحيي كمان القاده السياسيه عليها. لكن انا عايز اتكلم على فكر جديد، يعني الاليه الجديده اللي هشتغل بيها. انا دلوقتي بشيل كوبري وبحط مكانه، بحط مش عارفه طريق، ما انا نفس العيب عندي في الطريق ذاته. يعني لما يبقى طريق ما اعرفش، حتى الناس، حتى سواق التاكسي البسيط اللي ممكن يقول لحضرتك ايه، يقول لك ده الزاويه دي في الكوبري ده مش مظبوط، ده وده كتير جدا، وعندنا نماذج كتير مش هنقدر انا اذكرها وحضراتكم موجودين. لكن انا عايز اتكلم مش الاصلاح، انا عايز اتكلم الفكره اللي انا هنشئه جديد ده هيعمل ايه في مصر. هو حضرتك يعني زي ما قال الدكتور فاروق والدكتور عماد برضو في حته احنا ما بنتكلمش على مدينه، احنا بنتكلم على مصر. وزي ما الدكتور عماد قال برضو، قال الماكرو والمايكرو غير المايكرو، ودي مهمه جدا. لو احنا يعني نظرنا كده لنتائج الحمد لله المؤتمر الاقتصادي المبهر يعني اللي طلع طبعا اللي كلنا فرحنا بيه، هو لازم بقى يبقى الكونسرن الاساسي لنجاح هذا المؤتمر هو شبكه النقل. صحيح. يعني هو من غيرها شبكه يعني النتائج هتختلف تمام. يعني احنا بنتكلم على عاصمه جديده للقاهره ناحيه الشرق، احنا بنتكلم على مناطق اقتصاديه صناعيه رهيبه جدا هتتعمل زي ما حضرتك قلتي في دمياط واقليم ومنطقه قناه السويس ومثلث الذهبي اللي موجود في ان شاء الله في منطقه الصحراء الشرقيه. بنتكلم على مشاريع زراعيه رهيبه. البلد عملت 3200 كيلو، ده المخطط اللي عمله سيادة الرئيس لما جه يخش معترك الرئاسة السباق الرئاسي، هو قدم بهذا المشروع وابتدى فعلا تنفيذه من شهر 8 اللي فات. احنا بقى زي ما الدكتور عماد بالظبط قال، نحط بقى لا ده لايرز بقى، يعني زي بالظبط الجماعة بتوع الكوميونيكيشن عندهم حاجة اسمها 7 لايرز او 7 طبقات لازم بيراعوا في تصميم اي شبكة اتصالات. احنا برضو عايزين نعمل بقى ايه 7 لايرز عشان تصميم شبكات النقل، لسبب ان 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 النقل ده او الطرق زي ما الدكتور فاروق برضو قال، مش عايزين نتكلم عليها طرق بس، معلش يعني هنتكلم عليها محاور نقل اللي هي محاور تنمية. طرق محاور تنمية، طرق وكباري او طرق وسكة حديد، وبرضو نقل نهري برضو. احنا هنتكلم، هتلاقيها عامله زي العرض والطلب، يعني العرض هي سيرفيس يعني ده سيرفيس، يعني السيرفيس ده بيخضع على طول لمعايير العرض والطلب. العرض قد ايه والطلب على النقل قد ايه. طيب احنا عندنا الفتره اللي جايه بقى بعد المؤتمر الاقتصادي الحمد لله عندنا طلب على النقل هيبقى خيالي طبعا، لان عندي استثمار جديد داخل في كل بالزبط. المجالات وفي كل المناطق، كل ما معدل التنميه بيزيد كل ما الطلب على النقل هيزيد. انا عملت ايه بالظبط يا دكتور؟ انا عملت ايه الحقيقة علشان اقول ان انا هدخل بقلب جامد وبثقل بالزبط. علشان اشتغل بقى في التنميه. يعني هو حضرتك انا هدي لك على سبيل المثال احنا عملنا ايه. احنا الكلام اللي كان بيقوله الدكتور عماد ان منطقه شرق بورسعيد ومنطقه دمياط اللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي طريق اسمه محور جديد اسمه 30 يونيو ده ماسك من بورسعيد لحد طريق الاسماعيليه الصحراوي، هيبقى خط محور 4 حارات لكل اتجاه، هيبقى تقريبا محور حر، هيبقى رابط ما بين منطقة السعيد لحد طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد الإسماعيلية، هيبقى موازي قناة السويس، وده مهم جدا هذا الطريق لحركة الشاحنات، وهيبقى فيه كمان حارات مخصوصة للشاحنات عشان الـ يستوعب الحركة الرهيبة جدا اللي هتبقى في المنطقة دهية. احنا مش عايزين نتكلم بالتفاصيل اللي هي يعني خلينا برضه بنتكلم على الفيجن او بنتكلم يعني على الإطار العام، يعني على الإطار العام يعني. المشاريع كتير قوي فعلا، وانا على يقين ان بعد نتائج هذا المؤتمر الحمد لله اللي جابنا يعني استثمارات كبيره هتتضخ في شرايين الاقتصاد المصري،
هيقعدوا الحكومه هتقعد وهتشوف ايه اللي ممكن يتعمل زياده على 3200 كيلو كمان وبسرعه. يعني هو احلى حاجه الحقيقه في القياده السياسيه حاليا دلوقتي انها بتبص ايه ان هي مش عايزه تعمل وبس، لا دي عايزه تعمل وتربطها باطار زمني محدد، ودي يمكن لمسناها بيتكلم على على ان الـ انا انجز يعني فكره المدينه. يعني انا مش هقعد 10 سنين، لا انا عايز الاقتصاد عمال ان شاء الله بيعلى والناس عماله تزيد، فاحنا ما يهمناش ان احنا نعمل مشاريع، لا لازم تبقى مرتبطه باطار او بـ 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 بمده زمنيه عشان الناس يبتدي يحسوا ان هذه يعني المشاريع يعني حضرتك يعني حققت المبتغى منها. يعني خليني اقول بس حاجه، اتفضل. احنا كاننا ماسكين كشاف وبنور النور ونقول لهم دلوقتي خدوا بالكم واحنا معاكم طبعا، انه الدنيا بتتغير فلازم. وطبعا الليدر بتاعنا الدكتور فاروق اللي جاي يقول المقترح بتاعه انه احنا يا جماعه خدوا بالكم احنا عايزينكم يعني تحطوا اللايرز دي واحنا معاكم. انتوا صحيح اشتغلتوا جزء كبير ولسه في شغل شغال، بس كمان عشان تطلع المنظومه مظبوطه يبقى لازم على مستوى الجلوبال او على المستوى العام بنحط دول ونشوف ايه النواقص ونكمل. طيب هروح لدكتور فاروق. دكتور فاروق، واحنا بنتكلم على اي مخطط تنموي او اي فكره هنمي فيها بلدنا من المفترض ان انا اشوف الوزاره المعنيه بالفكره. احنا عندنا وزاره النقل، من المفترض ان انا عندي طرق وعندي اتساع كبير جدا ما بين المدن ومن بعضها وما بين المحافظات ومن بعضها، الا ان الوزاره دي وزاره طول الوقت عندها مشاكل ماديه. المشروع اللي حضرتك بتطرحه او الافكار الجديده اللي ممكن تطرح، هل المبالغ الماليه هترهق الدوله فبالتالي ان انا هعمل شكلا ومش هجود في الفكره، ولا انا عندي ميزانيه تقدر تغطي التكلفه المبدئيه لمشروع زي او فكره زي اللي حضرتك انت بتساليني اسئله في حاجات ما اعرفش اجاوب عليها. ده دي شطاره ولا ده جهل مني؟ لا 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 شطاره. شكرا، اتفضل. انا عاوز برضو اعقب على نقطه. اتفضل. انت بتقولي سواق التاكس بيقول الدوران ده وحش، تمام. احنا في فتره طويله جدا في مصر كنا بنرقع الطرق، صحيح، مش بنصمم الطرق. الله يا دكتور. عاوز اعمل طريق هنا ولازم اعمله، بس عندي مباني وعندي كذا وعندي كذا، فيقعد المهندس بكافه الطرق يحاول ان يتحاشى ويجيب اقل ضر ممكن. مش هقدر اهد بيت، صحيح، عشان اعمل طريق. صحيح. وبالتالي بتجدي بعض منحنات صعبه شويه. المنشات الجديده والطرق الحديثه التي تنشا دي بتصمم طبقا لاسس تصميم ومواصفات محليه وعالميه، والمواصفات المحليه جيده جدا والعالميه جيده جدا. وفي مصر احنا بنستخدم الاثنين. من الناحية المالية لا جدال، طالما قررت استثمار فبدايته المرافق، تمام، الانفراستراكشر، فلازم هيكون عندهم فلوس، صحيح، لهذه الاستثمارات. الإيجابية ايه؟ انا هخطط صح، هدرس صح كدولة، هنفذ صح، وبالتالي لا سواق التاكسي هيشتكي ولا سواق الاتوبيس هيشتكي ولا حد هيزعل، والاستثمار يمشي بسرعه مناسبه ان شاء الله. طيب انا بس عايزه يعني اخد في عشان بعد الجمله دي هنطلع لتقرير، عايز اسال حضرتك. طول الوقت احنا بنعمل افكار تنتهي بعد، يعني بنعمل مشروعات ربما تنتهي في التشكيل الوزاري اللي بعد كده، يعني انا بعملها مش على المدى البعيد. الافكار اللي جايه لازم تخضع لفكره المدى البعيد، لازم اعمل مشروع يبقى هو مشروع عظيم يستحق ان يقعد مئات السنين اطور اجدد اصلح، لكن هو مشروع يصلح للفكره. ولا ده كلام غير، انا ما اعتقدش ان في المرحله اللي احنا فيها دي فيها الفلسفه دي. الفلسفه بتاعتها على المدى البعيد وتاكيد الاستمرار، تمام. المشروع والا ما كانش اتعمل المؤتمر الاقتصادي الناجح المحترم، صحيح، ده ما كانش اتعمل. اتعمل عشان خاطر نطمئن على التمويل. وخدي بالك جميع المشاريع الاستثماريه بتستمر لان لها عائد استثماري، صحيح، وبالتالي بتدور. المشاريع اللي ما بتدورش هي اللي تتوقف. وجميع المشاريع المطروحه مشاريع استثماريه لها عائد استثماري طيب، وبالتبعيه ان شاء الله بفكر الحكومه وفكر الرئيس
والفكر الحالي ستستمر لغاية ما تحقق كافة النجاحات المطلوبة. النماذج اللي هنعرضها النهاردة من المشاريع ده مهم جدا، لان احنا طول الوقت في اهل مصر بنقدم نموذج، طول الوقت بقول لهم انا مش جاي اصدر مجموعة من المشاكل، انا جايبة مجموعة من الافكار. لو هنبدأ نعرض المشاريع النهاردة اللي معانا. ايوه يعني انا استاذ ايهاب بقى لو يقدر يعرض لنا مجموعه من المشاريع اللي معانا ونقدر نتكلم عنها قد ايه هيبقى مهم جدا. المشاريع عندنا خرائط، نعرض الخرائط. دكتور، الخرائط بتاعه جمهوريه مصر العربيه والطرق والمحاور فيها، وهو كنا حاطين كان هنعرضها حالا ده. خرائط عليها محاور ودكاتره، هناخد محترفين طرق، واخد بالك. انا احيي حضرتك على الديمقراطيه الشديده، واحنا مش متعودين في مصر كده، لكن انا هقول لا حقيقه دول محترفين. ما احنا هنسمع بس هناخد تعليق من حضرتك على هنعرض خرائط وهنرجع ناخد تعليق من حضرتك. ماشي. طيب احنا نقدر نشوفها يا استاذ ايهاب. لو هنعرض الخرائط، يعني حضرتك بدأت بمنطقة ايه يا دكتور؟ احنا الخرائط اللي هي بتبين الطرق الحالية اللي موجودة وبعض اقتراحات للطرق. شايفينها على المينيتور؟ انا مش شايف حاجة الحقيقة. طيب نشوف يعني. طب اتفضل كلمني عن الخرائط يا دكتور. اللي هي الطريق القاهرة أسوان. لا ده انا افضل نتكلم فيها الدكتور هشام. واخد بالك، لانه هو يعني درسها صح. طيب نروح بما اننا بنعيش في ظل الديمقراطيه هنروح لدكتور هشام. دكتور هشام معانا خريطه، نحب نتعرف على الطرق او المحاور واحنا بنشوف الخريطه احنا دلوقتي. حضرتك عندنا في مصر حضرتك حوالي 4 طرق طوليه رئيسيه. من الشرق كده طريق البحر الاحمر، تمام، اللي موازي للبحر ده حضرتك هتلاقيه بادي من السويس لحد حلايب وشلاتين، تمام. الطريق ده هوت، وبرضه احنا بنتكلم للسويس لبورسعيد برضه اللي هو الطريق اللي هو موازي لقناه السويس. فعندنا ده اول محور طولي شرقي. يجي المحور الطولي الشرقي الثاني اللي هو المحور اللي عمله الجيش لحد اسيوط، يعني القاهره لحد اسيوط، وبعد كده ان شاء الله في برضه امتداد ليه لحد سوهاج، وباذن الله يمتد لحد اسوان. اسوان البحر الاحمر. ده عرضي. ده عرضي. ده سواج اسود. احنا كان في المحاور الطوليه الاساسيه اللي هو اللي هو بناحيه من القاهره لحد اسيوط، اللي هو طريق الجيش اللي عمله 3 حارات في كل اتجاه. يعني الطريق الشرقي الاخر اللي عملته وزاره النقل على مدار السنين اللي فاتت، وده طريق ضيق شويه، مش بنفس طبعا السعه بتاعه النقل بتاع اسيوط، ده ممتد برضه من القاهره لحد اسوان، وبعد كده يجي المحور الطولي الاخر اللي هو من القاهره لحد اسوان الغربي. تمام؟ ده الذراع الغربي، وبعد كده في القاهره لحد اسيوط الذراعي الصحراوي الغربي. دول الاربع محاور الطوليه اللي عندنا. المحاور الطوليه ده دي مشكلتها ان مفيش ربط عرضي زي ما الدكتور فاروق قال في البدايه، يعني ما عندناش محاور ربط عرضي، غير عشان تعملي محاور ربط عرضي ما بين المحاور دي لازم يتعمل كباري على النيل. احنا عندنا الصعيد حقيقه يعني كانت زمان الدوله في الخطه الخمسيه بتاعتها اللي كنا بنسمع عنها زمان قوي، احنا هنعمل كباري كل 100 كيلو. اتعمل فعلا كباري كل 100 كيلو. طب هنعمل كباري كل 60 كيلو. اتعملت فعلا كباري كل 60 كيلو. احنا عايزين بقى بنطمع بقى عشان الاستثمارات تزيد ان الكباري الانترفلز بتاعتها تقل، بدل ما هي كل 60 كيلو يبتدي. دي من ضمن المهمه اللي جايه، مهمه جدا الربط العرضي عشان تدي فرصه للصعيد ان هو يتنفس. طب احنا معانا دكتور خريطه دي بقى هنا المحاور العرضيه، تمام، اللي هي كمان فيها قد المحاور الطوليه، وبعد كده المحاور العرضيه دي المحاور العرضيه اللي عندنا موجوده. ودي حاجه بقى 3200 كيلو اللي القياده السياسيه حاليا بتعملها، والحكومه حقيقه شغاله فيها دلوقتي على قدم وساق عن طريق وزاره الاسكان والقوات المسلحه ووزاره النقل. هتضيف حوالي 3200 كيلو، فعلا انا بعتبرهم محاور عرضيه. طيب دي الميزه. دي لا طبعا ده الميزه، ده ان احنا ال 3200 كيلو اللي خطته دي محاور فعلا عرضيه.
بس احنا نفسنا ان شاء الله بعد الـ 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 النتائج اللي هي فقط كل التوقعات بتاعت المؤتمر الاقتصادي اللي احنا نبص بقى نظرة على كباري اللي على النيل كل 30 كيلو بالذات في الصعيد عشان نقوي الربط بتاعت المحاور العرضية دهية بحيث ان احنا تلاقي بسهولة جدا تقدر تعملي مناطق زراعية. في مناطق من الكباري اللي على النيل دي في مناطق منتشرة فيها وفي مناطق قليلة محتاج التقوية ولا؟ ما هو حالك احنا عندنا على سبيل المثال مثلا ما بين المنيا لحد بني سويف. تمام. ما بين المنيا وبني سويف في كوبري على النيل في بني سويف وفي كوبري على النيل في المنيا وفي كوبري ان شاء الله سيادة الرئيس هيفتحه يعني لو كانش الاسبوع اللي ده الاسبوع اللي جاي هيبقى بني مزار ده محور عرضي ممتاز ان هو هيربط النيل بالبحر الاحمر. عدد يعني الكيلوهات يعني 60 كيلو 60 كيلو. فاحنا عايزين ال 60 كيلو دول ان شاء الله في قدام يبقى في كوبري ضروري في الفشل على بعد 30 كيلو من بني سويف وعلى بعد 30 كيلو من بني مزار. نيجي نعمل كمان كوبري عند صبلوط يبقى طبعا. على بعد 30 كيلو من بني مزار و30 كيلو من المنيا وهكذا من المنيا لحد اسيوط في برضه كوبري في المنيا وكوبري في اسيوط على النيل. اتعمل كوبري ملاوي. المقترحات دي دكتور مقدمه بالفعل ومتوافق عليها والفكره يعني هو مقدمه بالفعل بس بقى الاسراع فيها بقى ضروري دلوقتي. ده اللي انا عايز اقول بقى الاسراع في الكباري اللي على النيل دي اللي هي تخلق محاور عرضيه جديده بقت ضروريه دلوقتي قوي عشان تساعدي على تفريغ منطقه الوادي وتشجعي بقى عمل يعني مناطق زراعيه ومناطق عمرانيه ومناطق صناعيه ومناطق تعدينيه جديده. صحيح. وسياحيه على فكره ده في ناس كتير قوي مش واخده بالها ان الصعيد الناس كنت متخيله ان الصعيد ان السياحه موجوده فقط في الاقصر واسوان وده خطا فظيع. طبعا يعني الحقيقه دايس في الصعيد كويس قوي. لا ده في مناطق الاشبونين والروده في المنيا دي فيها مناطق سياحيه خياليه بس نتيجه ضعف المحاور العرضيه اللي بقول لحضرتك عليها وضعف وسائل النقل يمكن ناس كتير قوي ما فيش سياحه بتروح فيها كتير يعني. طيب. برضو كذلك في العرب المدفونه في سوهاج ويعني مناطق سياحيه عظيمه جدا الصعيد غني بيها قوي واحنا على فكره بس ربما الفترات اللي فاتت الاهمال لنقاء الصعيد من طبعًا المفترض ان احنا بالزبط. يعني وقت المشاريع المشاريع اللي هيدفعها سياده الرئيس قريب دي هتلاقي يمكن 70% منها في الصعيد يعني الصعيد يعني برضه ابتدى ياخد لازم لان يعني احنا عندنا صناعات مهمه عندنا مش عايز اقول صناعات احنا هنعمل صناعات مهمه ان شاء الله في الصعيد. هاخد من كلام حضرتك هنخرج لتقرير بعد التقرير هنكمل مع حضراتكم هذه الحلقه المهمه جدا من اهل مصر بعد التقرير. تأتي أهمية هذه الطرق المحورية في كونها تساعد على إنشاء مناطق تعمير جديدة تسمح بتخفيض الكثافة السكانية في الرقعة الحالية كما تضيف مناطق جديدة للتعمير والاستثمار وتبادل الصناعات بين أطراف الدولة بطرق ميسرة وآمنة مما يساعد على سرعة نموه وبالتالي الانتقال العمراني إلى مساحات وأماكن كانت غير معمورة مع زيادة الطفرات الاقتصادية نتيجة الترابط بين الطرق وبعضها وسهولة انتقال البضائع والمعدات وأدوات الإنتاج اللازمة كما ستتحقق على مستوى آخر طفرة تنموية بالنسبة للعمالة والسكان وتقليل كثافتها داخل الطرق القاهرية المكتظة بها. هنرجع تاني لدكتور عماد. دكتور عماد انا عندي سؤال بس يعني ارجو ان هو طبعا انا مش متخصصه لكن طول الوقت بحط نفسي مكان المشاهد اللي بيتفرج علينا فارجو انك تسامحني لو طلع السؤال يعني ضعيف شويه. هل من المفترض لما بخطط لانشاء طرق بتختلف من مكان لمكان يعني لما اجي اعمل طريق على الطريق الزراعي اعمل محور او كوبري او انشئ طريق بقى سواء طولي سواء عرضي هل من المفترض ان ابعاده وشكله وتصميمه بيختلف عن منشأ آخر موجود في الصحراء مثلا أو موجود على النيل؟ تمام.
طيب هو ده حضرتك سيادتك ده بيصب اولا ده سؤال قوي جدا مش ضعيف خالص. الحاجه الثانيه ان هو بيصب تماما في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لما نيجي نتكلم على التخطيط على مستوى الدوله كويس، وممكن نحط اللاير بتاعه السياحه كمان على اللايرز اللي احنا قلناها قبل كده، يبقى عندنا الاماكن اللي احنا عايزين نربط ما بينها. بيجي الخطوه الثانيه للمخطط هي تحديد بيسموها الصفه الوظيفيه للطريق كويس، اللي هو بيسموه الفانكشن كلاسيفيكيشن او التصنيف الوظيفي، اللي هو ايه؟ انا عندي طرق بتنقسم لاكثر من حاجه زي شرايين الجسم. الجسم حضرتك عشان المشاهد يفهم اكتر، عندنا الشريان بيصب في الوريد والوريد بيصب في الشعيرات الدمويه. صحيح. احنا نفس الكلام لو صنفنا شبكه الطرق كشرايين الجسم هنلاقيها كده. عندنا في حاجه اسمها طرق شريانيه اللي هي ارتيريال رودز، يليها طرق تجميعيه تشبه الاورده بتجمع كولكتور، وبعدين عندنا بعد كده اللوكال اللي هي الطرق الداخليه المحليه اللي هي جنب بيت حضرتك وجنب بيتي اللي هي بتجمع الحركه البينيه الصغيره. الطرق الداخليه او المحليه دي وظيفتها الوصول الى الانشطه او الاهداف، يعني توصل للبيت للمصنع للمدرسه. الطريق التجميعي هو درجته اكبر شويه وبيجمع من الطرق دي، ثم الطريق الشرياني ده درجه اكبر منهم كلهم. لو خدنا مثال طرق تجميعيه كورنيش النيل صلاح سالم الاوتوستراد، لو خدنا امثله من ده داخل القاهره يعني لو خدنا مثال لطريق شورياني داخل القاهره هيبقى الطريق اللي هو الدائري. لو طلعنا بره القاهره هنلاقي الطرق كلها شوريانيه زي طريق مصر اسكندريه الصحراوي زي طريق السويس وخلافه. في درجه بقى اعلى من الشورياني اللي هي بسميها الطرق الحره. الحره دي يعني معناها انها حره من التقاطعات، خاليه من التقاطعات، يعني معناها ان طول مسافتك ماشيه على الطريق ما فيش اي تقاطع، حتى اليوتر مش موجود. مثال عندنا مثلا طريق القاهرة السويس اللي هو بتاع العين السخنة، عندنا طريق القاهرة اسكندرية، دول هتلاقي حضرتك بتنزل نفق تحت يا بتطلع بكوبري فوق عشان تلف مثلا يوتيرن، مفيش وانت ماشي على الطريق طريق تاني يخش يتقاطع معاك مثلا بأي شكل من الأشكال، فانت ماشي في طريق حر وخالي من التقاطعات. فبعد ما بنحط الحاجات دي كلها بنبدأ حسب درجة النشاط وحسب أهمية الطريق يحدد تماما التصنيف الوظيفي لهذا الطريق، ما الذي ينبغي ان يقوم به هذا الطريق. وبالتالي بناء عليه بنحط درجته، لان الطريق تكلفه، يعني لك ان تتصوري ان المتر المربع بيتكلف 350 جنيه او 400 جنيه. فبالتالي احنا يعني كل ما بتكبر في الطريق او بتصغر فيه فطبعا دي كلها بتنعكس في النهايه على احنا معانا يا دكتور نموذج. ايوه يا فندم. ده الطريق ايه من المفترض؟ ده طريق حر اللي انت عرضتيها دي، طريق طرق حر. لا ده مش اي طريق فيه تقاطع يبقى يعني مش حر. اي طريق فيه ما فيهوش تقاطع زي مصر اسكندريه الصحراوي او طريق العين السخنه ده بيبقى طرق شريانيه فقط. ماشي. سوري حر. تمام. طيب بنصنف الطرق بتاعتنا وبنبدا نحط او بنرسم الطرق بتاعتنا. تحديد عرض الطريق برضو دي برضو تكلفه اخرى، وعدد الحارات اللي فيه وغيره، ده بيبقى مسؤوليه المخطط اللي بيقول هيعدي كم عربيه في الطريق ده سنه الهدف. يعني لو انا بخطط ل 2030 يبقى بشوف سنه 2030 هيبقى عندي بيعدي كم عربيه، ونبدا نحط عدد الحارات. ربما في الوقت الحالي نحط حارتين مثلا. طب هو احنا بنعمل ده فعلا؟ بنعمل ده بس يعني واحنا بنخطط لاي مشروع. يعني انا قلت حضرتك في المقدمه ان المانيا ادركت ان تعداد عدد السيارات اللي عندها 50 مليون سياره فبدات تشتغل، وعدد السكان عدده كذا فبدات تشتغل على الفكره دي. مزبوط. هل احنا بنعمل ده؟ المفروض ان التخطيط بتاعنا اللي هو اللي داخل في الفتره اللي جايه بيحط يعني زي ما قالوا القاهره 2030 زي ما قالوا مصر 2030، المفروض ان احنا نفس الكلام بنشتغل عليه في الطرق. فالمفروض ان الطرق كهدف قومي اسمى بتتحط على نفس التراك، ان سنه 2030 انا عايز طرق شكلها عامل ازاي عندي. وده بالنسبه للتصنيف الوظيفي وكيفيه رسم الطرق دي ازاي بتتحط وعدد الحارات ونوع التقاطعات، لان انا ممكن اسيب الطريق حر او ولا اقرر ان هو حر من اولها، ولا اقرر ان هو طريق شورياني فقط، ولا زي ما الدكتور هشام قال نحط حارات مخصصه لسيارات النقل خارج الطريق علشان ما نخلطش حركه النقل الثقيل. ده بنستخدمه غالبا جنب المواني وجنب المصانع ومراكز الانتاج اللي بيعدي فيها عربيات النقل نسبه 50% او 40% من مكون المرور. طب انا عندي سؤال. لا اتفضل. وارجو ان حضرتك تتحمل هذه الاسئله. لا تحت امرك. في بعض الطرق على الطريق الزراعي هلاقي عليها كباري، من المفترض ان انا عندي طول الوقت، ويمكن دي مصر هي البلد الوحيده اللي احنا طول ما احنا موجودين بنتنقل من محافظه لمحافظه الناس موجوده والحياه موجوده ومفيش فصل ما بين المحافظات. فتلاقي على الطريق الزراعي كوبري موجود، ومن المفترض انه ما يبقاش كوبري لان الراجل الفلاح هيعدي من الناحيه دي عشان يروح الناحيه دي وهو عنده المواشي بتاعته او الوسيله المواشي بتاعته.
تمام. من المفترض ان هو ما يطلعش كوبري. تمام. ده موجود. ده كان السؤال، هو موجود ولا زال موجود ولا زال نسبة الحوادث موجودة بسبب الفكرة دي؟ طيب. هل انا من المفترض ان انا هقول لا، انا الطريق الزراعي لا ما ينفعش ليه كباري فيبقى فيه نفق، فيستطيع الانسان الطبيعي جدا ان هو يعدي بالحصان بتاعه كده، او بالمواشي بتاعته للناحية التانية بمنتهى الامان واليسر؟ اسمحي لي بقى اقول لك بقى. اتفضل. ده برضو سؤال قوي جدا، لان احنا عندنا من ضمن النقاط السوداء اللي لو على بعض الطرق الزراعية هي اماكن عبور الحيوانات، لان حضرتك بتلاقي الفلاح عنده قطعتين ارض عايز يعدي من الجنبة دي للجنبة دي، فبيعدي بالبقر والمواشي بتاعته على الطريق فتصطدم بالسيارات. ده حقيقي. نفس المشكلة دي كانت موجودة في السعودية. وكانت موجودة جمال. بس للجمال. يعني حضرتك كنت ماشي على طريق سريع سرعته 120 كيلو، فجأة تلاقي حادثة مروعة، 14 عربيات خبطوا في جمل. فالفكرة بتاعتها بنسميها معابر الحيوانات، هم هناك بيسموها مثلا في السعودية الكامل كروسنج، لأنه هو عبارة عن معابر جمال. بكل حيوان للطبيعة بتاعته في الارتفاعات والمنحدرات اللي يقدر يمشي عليها، فبيتم في الأماكن الأكثر ارتيادا بالفلاحين يتم تحديدها بواسطة الهيئات والمحافظات والمحافظين هنا عليهم دور أنه يطلع يقول فين الأماكن على الطريق السريع اللي دايما بيعدي عليها الناس، وبعدين بينقل هذا الموضوع إلى الهيئة بتاعت الطرق أو وزارة النقل، ثم يتم وضع أنفاق خاصة بمعابر الحيوانات وتغلق مساء طبعا منعا لارتكاب الجرائم بيها وخلافه، وصباحا بتبقى مفتوحه قصاد الفلاحين. هيتم تدرج المساله دي تدرجها يعني؟ انا بالفعل حاليا تطوير لطريق، تطوير عالي، في تطوير شبرا بنها اعتقد، وفي تطوير بعض الطرق الزراعيه الاخرى من ضمن العناصر اللي نازله فيها ان شاء الله باذن الله هتبقى الموضوع ده اللي هو موضوع معابر الحيوانات. تمام. هخرج من الجزئيه دي وهروح لاستاذنا الاستاذ الدكتور فاروق القاضي. دكتور فاروق، اي مقترح بيبقى واخد اكتر من زاويه، فكره التطوير او انشاء طرق عرضيه دي فكره واضحه او مش واضحه، يعني احنا استوضحناها من حضرتك، لكن كمان انا يهمني كمواطن وكدوله ان الافكار ما تبقاش متعلقه بانشاء طرق او محور بس، كمان متعلقه بالتامين بانظمه حديثه هتضمن لي انا كمواطن السلام على الطريق ده. ايه النماذج اللي حضرتك مطلوب مراعاتها في مثل هذه المشاريع؟ التعمير حوالين الطرق احدى وسائل التامين. الكاميرات احدى وسائل التامين. احنا لما بنتكلم عن الطريق كمحور، احنا مش مجرد طريق، ده مجرد طريق هيحدث تنميه عن طريقه. صحيح. ولما تيجي تحسبي الناحيه الاقتصاديه ممكن تجيبي ثمن الطريق ده في خلال 4-5 سنين. يعني احنا عملنا فيزيبيلتي ستادي لكباري بتعبر نهر النيل، اثبتنا انها في 5 سنين الدوله هتسترجع ثمن الكوبري. في 5 سنين فقط هتسترجع ثمن الكوبري. امال احنا ليه وزاره زي وزاره النقل من الوزارات الفقيره في مصر؟ ليه؟ هي شوفي أسلوب توزيع الميزانية بيعتمد على الوزارة ككل وطبقا للاحتياجات، يعني في دعم كذا وفي دعم كذا وفي دعم كذا، وربنا إن شاء الله يحل مشكلة الدعم دي ومصر تتخلص منها عشان يبقى في ميزانية كافية لكل الاحتياجات. الاحتياجات بالنسبة للدولة حاجات كتيرة خالص، الطرق إحداها للتنمية وبتجيب فلوسها. يعني الطرق في الاخر هتجيب ثمنها. صحيح. السكه في الحديد في الاخر هتجيب ثمنها. تمام. بشرط ان احنا بننمي المنطقه ونجيد استثمارها. الوضع الكاميرات تحديث او مواكبه الاساليب الحديثه على الطرق، وجود سيارات للاسعاف، هي كاميرات انشاء. شوفي سيادتك، التامين او الرسوم اللي بتدفعيها وانت داخله في الطريق اساسها كانت بتشمل تامين حوادث. تمام. يضاف الى معنى كده ان لازم اجيب لك عربيات اسعاف في وسط السكه ومراكز اسعاف الخ. من الممكن مع المستقبل ان شاء الله يبقى في طيارات تعاون، لازم يكون في كاميرات مراقبه. لازم يبقى في كاميرات مراقبه بحيث لو حصل اي حاجه يبقى في رش بالنسبه للمعونه او للهلب، يعني صحيح اللي ممكن تحصل. صحيح. ودي كلها موجوده في العالم واستخدمت حاليا اطيف اظن في الطريق الدائري استخدمت. طيب. في جزء من الطريق الدائري. كل شعب ليه ثقافه مختلفه، يعني انا طول الوقت عايزين نستمتع
حوار مع حضرتك، بس خليني اقول ان احنا عندنا ثقافتنا مختلفة شوية. الشعب بتاعنا ثقافته على الطريق العام ثقافة عنيفة بعض الشيء، ربما ما تحملش السلوكيات اللي المفترض ان هو يمشي بيها. هل الطرق الحديثة هتراعي فكرة ان انا يبقى عندي، يعني انا لو سواء ميكروباص راكب وانا سايقه عربيتي بيفضل يزنق عليا لحد ما يطلعني على رصيد تحت دعوة ان انا يعني ست وبتسوق، ولا اركني على جنب، ولا ايا كانت الفكرة، وبالتالي لراكب عربية حاوية كبيرة نفس المعاملة بيعملها لسواء الميكروباص. هل الفكرة دي محتاجة لتطوير سلوكي وانا بطور كمان الطرق والمحاور؟ انا في رأيي الرقابة بالكاميرا تمام، والعقاب الحاسم سيجبر مثل هؤلاء على الالتزام واحترام القيم والخلق، غير كده اشك. وان يكون في الالزام ويكون في عندي تشريعات تنفذ يعني بشكل وضوابط قانونيه تنفذ بشكل قوي. انا مش شاكك ابدا ان احنا عندنا تشريعات، احنا عندنا تشريعات تنفيذ، ولكن هو تنفيذ التشريعات صحيح، وايجاد الدليل، ايجاد الدليل الكاميرا هتثبته صحيح، وبالتالي هيبقى يعني هتجبر البعض على انه لازم يصلح مساره. ايه المعوقات اللي حضرتك بتشوفها في مشروع زي مشروع الطرق او تطوير الطرق وخصوصا الطرق العرضية؟ ايه معوقات اللي حضرتك شايفها ان هي ممكن تكون واردة في الطرق الحالية دلوقتي، في الطرق الجديدة؟ لا، الطرق الجديدة مش فيها معوقات طالما صممتيها صح. معوقات تنفيذها ولا فيش معوقات تنفيذها؟ مفيش معوقات طالما بتصمم صح، واحنا بنصمم بنراعي ان مفيش معوقات، ولو في معوقات بنحلها. هي نزع ملكيات بس. طيب يعني نزع ملكيات وارد. طيب. ولكن بتتحل، يعني بيدفعوا الفلوس وخلص العملية. لكن لو انا هشوف مشروع هيتكلف مثلا وليكن اي رقم، وحابة اقول زي ما حضرتك كده قلت في البداية ان احنا لما انشأنا الطرق كنا بنحاول نتفادى المشكلة، مش عايزين نهدم بيت، هل ده هيكون معوق في المعوقات القادمة للمشروع؟ اذا كانت الفلوس موجودة اللي احنا عاوزينها عشان نعوض صاحب العقار بفلوسه وهذا حقه، واخد بالك، يبقى ده مش معوق. تمام. الفلوس مش موجودة يبقى اكبر معوق، هتبقى معوق. تمام. رغم ان انا عاوز اقول حاجة، الطرق استثمار، لو انا استثمرت فيها صح هتجيب لي عائد صح. كلمة من حضرتك اخيرة واحنا وقتنا بيخلص، كلمة بقى توجهها لأشخاص تتمناها لمصر، حضرتك معاك الميكروفون. أن يخلص كل فرد في مصر لمصر، وألا ينظر لذاته وإنما لبلده ومصلحة بلده. الله، أنا بشكر حضرتك على الكلام الجميل. هنروح لأساتذتنا دكتور علاء عماد. يا دكتور، يعني علاء وعماد اسماء رائعه وجميله. انا بشكر حضرتك واسمح لي اخذ من حضرتك كلمه في ختام هذه الحلقه. المنظومه الاقتصاديه محلوله، ودول العالم كلها لقت حلول لموضوع الطرق وكيفيه تحويلها لاستثمار، بدل ما هي عبء على الميزانيه العامه للدوله ازاي تتحول من عبء الى انها تبقى وسيله للاستثمار. منها مشاركه القطاع الخاص في بناء الطرق مقابل حق الانتفاع، او منها مقابل ان هو يديله تخصيص اراضي ومحطات بنزين او بعض الخدمات الاخرى على الطريق، او انه يحط له بوابة ويدفع عليها رسوم لمدة 20-30 سنة والقطاع الخاص يقوم ببناء الطريق ويقوم بالاستثمار فيه. المنظومة الامان المروري طبعا مش هتكلم بعد استاذنا، ولكن انا عايز اقول برضو انه يعني على ذكر ارقام الدول المختلفة، لندن تلت مساحة القاهرة، عدد العربيات المسجلة فيها 3 اضعاف القاهرة، يبقى لو احنا عندنا مشكلة يبقى عندهم مشكلة 9 مرات قدنا. المفاجأة ان ما عندهمش ولا مشكلة بسبب نظم النقل الذكية اللي هي الITS. فالقاهرة مؤخرا 250 تقاطع بيتعملوا بالITS، وهيطلعوا في شهر 5 أو 6 اللي جاي على حد علمي او معلوماتي، وهتنتقل القاهرة بنظم ادارة المرور الاعتيادية الى نظم ادارة المرور الذكية، وده هيبقى نموذج تطبيقي جيد جدا لو نجح، ممكن قوي يطبق ويعمم على كل الطرق المصرية. دكتور هشام، يعني حقيقة يعني كويس قوي الدكتور عماد اشار الموضوع ده، لان انا حقيقة كنت هتكلم فيه اللي هو موضوع الانتليجنس ترافيك سيستم او الITS. ده مستقبل مصر، ودي الدكتور فاروق برضو اشار عليها، موضوع السيرفايلنس او المراقبه والجانتريز اللي هي الناس هتشوف ابتدت على الطريق الدائري فعلا يتركبوا. الحقيقه الهيئه العامه للطرق الكباري ووزاره النقل الحقيقه شغالين بقى يعني في هذا المجال
يعني بخطى وحدش برضه الاعلام لسه الحمد لله ما سلطتش عليه بالضوء، وان شاء الله الناس هتلاقي فرق في الكلام ده ان شاء الله مره واحده. جانترز يعني ايه جانترز؟ يعني هتلاقي كده ترصات حديد كده في على الطريق ارتفاعها عالي، فيها بقى سيرفايلنس. يعني كان زمان بيقولوا كاميرا لكل بتاع ده كمبيوتر لكل مواطن، احنا دلوقتي بنقول عايزين كاميرا لكل مواطن بصراحه، يعني عشان ينضبط بقى سلوكه تنضبط محتاج فعلا مش كاميرا لكل سياره ولا كل ميكروباص ولا كل توك توك ولا كل كونتينر زي ما حضرتك اشرتي، لا احنا عايزين كاميرا لكل مواطن بدل من زمان ما كنا بنقول كمبيوتر لكل مواطن. يعني الحاجه الثانيه بس ان انا يعني امنيه بقى اللي هي موضوع ان احنا يعني نبص للنقل كتكامل للسكه بالسكه الحديد بالنقل النهري، مش ما ينفعش ان ابص على الطرق. يعني انا احدى اخطاء الماضي كانت ان التركيز كان على نقل الطرق، كان عدى اهتمامات الدوله بالنسبه للسكه الحديد، فاحنا سلمنا البلد بكل بساطه بالذات في مجال النقل الثقيل الى سواقين برعوش ضمايرهم حقيقه كتير قوي، ونسبه الحوادث زادت. يعني من ضمن الاخطاء ان احنا عملنا مناطق صناعيه ممتازه جدا في العاشر من رمضان، وعملناها في 6 اكتوبر، وعملناها في اسكندريه جنوب اسكندريه عند منطقه برج العرب، وما ربطناش بسكه حديد. يعني احنا بنضم يعني هو ده السكه الحديد مهمه قوي، عليها دور كبير قوي لتخفيف العبء على الطرق ومساعده الاقتصاد المصري، ان هو الراجل الشارع العادي هيحس بقى بالفرق، يشعر بفرق التطوير اللي بيحصل في الطريق. طبعا الحقيقه انتوا نورتوني النهارده. يمكن قلت مقدمه في الاول، انا مش عايز اعيد الكلام تاني، لكن احنا قضايانا ما زالت مفتوحه، وكل الموضوعات المهمه والحيويه هنناقشها هنا في استوديو قناه النيل الثقافيه وبرنامج اهل مصر. بشكر ضيوفي اللي نوروني النهارده في الاستوديو، استاذنا الاستاذ الدكتور فاروق القاضي، نورتني يا دكتور واهلا بيك دائما في قناه النيل الثقافيه. كمان بشكر استاذنا الاستاذ الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمطارات، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. الاستاذ الدكتور هشام عرفات استاذ الطرق والكباري، نورتني يا دكتور. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهارده، ان شاء الله الاسبوع القادم ملف جديد من ملفات النيل الثقافية وبرنامج أهل مصر. شكرا لحضراتكم، وهذه تحياتي من الشمال للقاء.